زياد بريمة في حسابات الترجي الرياضي التونسي. هذه كرة سريعة غيلان غيلان والتمرير كرة للترجي الرياضي التونسي والهجمة كرة هذه كرة تبعوها للترجي الرياضي التونسي. كرة ليوسف البلايلي بلايلي بلايلي يراوغ يمر والتمهيد هذه كرة الهدف الأول الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. أنيس البدري والترجي على بدري الترجي على بدري في توقيت بالضبط للعب في دقيقة 13 من هذا الشوط الاول 14 دقيقة لعب الترجي يفتتح النتيجة في ملعب التحيل. كانت صعبة الكرة شاهد الإعادة شاهد الإعادة تسرب من الجزائر يوسف البلايلي خبرة كبيرة يدخل منطقة الجزاء والتمهيد في طبق لأنيس البدري صعبة على خميس الثامري الكرة من أنيس البدري باليسار يسارية في زاوية صعبة. شوف هاي الإعادة من جديد شوفوا لاحظ كرة يسارية من أنيس البدري واحدة بلاش. إذا للترجي الرياضي التونسي عبد الرحمن في توقيت بالضبط 14 دقيقة لعب في الشوط الأول. صحيح هدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي كما قلت أنت معنا من فرص من الجهة اليسرى.